السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على برنامج اسمه كلايم كونسلتنت. دي صفحة التحميل بتاعته. البرنامج ده بسيط جدا، وهو ان هو بيفتح لي الملف الخاص بالمناخ ويخليني اقدر اقرأه واقدر اخد منه اي معلومات واقدر اسيفه ملف اكسل، اقدر اخد صور كتيرة للبحث بتاعي. فهو برنامج متميز صراحة، وهتلاقي الرابط اسفل الفيديو. كل اللي انت بتعمله انت بتكتب الايميل وتقول له حمل الملف دوت، بيتحمل من غير كراك ومن غير باسورد ومن غير حاجة خالص. ده بتفتح البرنامج اهوت، تمام. اقول له ستارت ا نيو بروجكت، فبيقول لي انت عايز تشتغل بان واحده، فبقول له انا هشتغل بالمتريك. بيقول لي اوبن اكسيستنج اي بي دبليو ويزر داتا فايل ولا داونلود. ممكن تقول له داونلود يعمل تحميل، او تقول له انا عندي الملف. طيب فرض ان انت ما عندكش الملف، هتدخل على موقع energyplus.net وتقول له ويزر، بتبدا تشوف انت المشروع بتاعك موجود في اي دوله، مثلا افريقيا ايجيبت. طيب بيقول لي انا عندي الحاجات الامتداد كتيره، تمام. فانا سيلكت لوكيشن كايرو، هو بقى عايز يدي تحمل اي واحده من دول، ممكن تحملهم كلهم. انا هحمل بس الاي بي دبليو اللي انا محتاجه، ده هحمله على الاف مفيش مشكله، تمام. وبعد كده هحطه في الفولدر بتاعي اوبن. دي الملفات الموجودة، تقدر اي واحد منهم تفتحه، بس خلينا نقول له انا عايز افتح مش مكتوب اصلا اي دولة، تمام. مفهومش مصر، فهقول له انا عايز على الاف، هتلاقي ايجيبت واقول له اوبن. يبقى احنا كده شفنا بكل بساطة ان احنا حملنا البرنامج وحملنا الملف الخاص بالبلد اللي احنا عايزين ندرسها. دي اول حاجة، ده الوزر داتا، بتلاقي كل شهر المعلومات الخاصة بيه، تمام. الافرج هاور والاشعاع الشمسي، كل المعلومات الخاصة بالمناخ، الدراي بالب تمبريتشر، الدايركت نورمال، وكل المعلومات دي تقدر تسيفها زي ما انت عايز، تمام. هاجي دلوقتي اقول له نيكست، زي ما انت شايف كل الشهور وكل المعلومات اللي انت عايزها، وده كايرو ايجيبت وخطوط طول العرض، المصدر المعلومات، اقول له نيكست. هيبدا بقى يقول لي انت عايز تشتغل بأني اسلوب، انا هقول له اشتغل بالديفولت، تمام. كل واحده من دول بيختلف الاعداد بتاعتها، فانا اقول له نيكست. بيبدأ يقول لي دي الإعدادات الخاصة بكاليفورنيا انجي كود، تقدر تسيبها زي ما هي أو تقدر تتعدل فيها لو أنت شايف إن في رقم بعيد شوية أو عايز تعدل فيه، تمام. يعني مثلا درجة الراحة بتاعتك من كام لكام، درجة الرطوبة، الحاجات ديت. ده التمبريتشر رينج، وهتلاقي هنا الليجن اللي يوضح لك مثلا هنا الأفرش، هنا ديزاين هاي، هنا الديزاين لو، وهكذا. دي كل الشهور وده الأنيوال، وتقدر تعدل التمبريتشر رينج من هنا لهنا، طبعا بيختلف من 10 لـ40 او في التو داتا. نيكست. مونثلي الافرج بتاعي، هنا الدراي بالب اهوت، الدراي بالب هاور، اقول له نيكست. الليجند بتاعي، الريدنشال رينج، الليمونتيشن رينج، وبرضو الليجند احساس تعرف دي الاعداد بتاع كل شهر. هتفيدك طبعا في كل الاعدادات التصميمية. الملف دوت بعد ما بشوفه بتأكد ان المعلومات فيه سليمة، واتأكد ان كل حاجة زي ما في الواقع، اقدر احط البرنامج ده في الديزاين بيلدر، اقدر احطه في الايكوتكت، اقدر استفاد منه في برامج هندسة كتير. بس هنا بنبدأ نشوف المعلومات نفسها، الرياح، تبدأ تشوف المتوسط ايه بتاع كل شهر، تمام. ده دراي بالب لكل شهر من الشهور اهوت. دي مهمة جدا، اللي هي سان شادنج، على اساس تظبط الشادنج بتاعك. ودي الاعداد بتاعك من شهر يناير لشهر ديسمبر، تقدر تقول له انا عايز من شهر ديسمبر لجون، او من جون لديسمبر. انا عايز اصير الجريد، الشادنج كالكوليشن اهوت، تمام. ديسبلاي، ممكن تقول له انبوت، انا عايز ادخل شكل مثلا معين، مثلا شجره صغيره مثلا، تمام.
الهاي بتاعها، الهوريزنتال ديستنس بتاعتها، تمام، الهايلايت فلاور بالمتر، اقول له اوكي، فيبدا يعمل شكل، فتبدا تشوف الزرار هتبقى عامله ازاي وشكلها هيبقى عامل ازاي. نيكست، ده الساوند شارت، تبدا برضو تشوف الاعداد بتاعتها من شهر يناير لشهر مارس، وده النورث بتاعك، ده التمبرتشر بلوت، كل دي مش موجودة. كانت بس تتحمل بس تقولها. الخريطة السيكومترية اللي هي الراحة، فبيقول لي مثلا المنطقة اللي هي ديت الخضرة دي هي اللي فيها الراحة، ودي الديزاين، فممكن تلغي واحدة فيهم مثلا، فإعداد الراحة تتغير تقل شوية، تمام. وهنا بيقول لك انت عايز بقى منطقة الراحة، ولا عايز درايف بلاب تمبريتشر، عايز سكاي كفر، كل ساعات، ولا في ساعات معينة من الساعة كذا للساعة كذا، تمام. اقدر انت مثلا كل همك مثلا من الساعة 8 الصبح مثلا ل 4 المساء، فتبدأ تشوفه كل الشهور، ولا في شهور معينة انت عايزها. وبعد كده بيديك بقى معلومات للتصميم بحيث تسهل عليك فكرة التصميم، تمام. دي طبعا لازم تذاكرها كويس عشان تعمل التصميم بتاعك كويس. دي بقى مهمة جدا، الويند ويل، بحيث ان انت تعرف الريح بتهب اكتر وقت امتى. هنا مثلا اكتر حاجة، وهنا الليجند هو بيقول لي، وبعد كده الخريطة اللي جوه درجة الحرارة temperature بتاعتي، هي مثلا احنا كنا محددين الراحة الحرارية من 22 ل 24، فباخد اللون دوت، من 24 ل 38 هياخد اللون الأحمر، وهكذا. برضو إعداد بتاعت سرعة الرياح، فهنا مثلا سرعة الرياح 26 ميل في الثانية، متر في الثانية، وهنا بيقول لي كل ساعات، ولا عدد معين من الساعات، كل شهور، ولا شهور معينة، عايز أنيميتد كل شهور مثلا، فيبدأ يجيب لي شهر شهر وتشوفه بالشكل دوت. فدي تبقى مفيدة بحيث إن أنت تدرس الرياح هتبقى عاملة إزاي في المبنى اللي أنت هتبنيه، والسرعة بتاعتها هتبقى عاملة إزاي، فتقدر تصمم تصميم كويس جدا. وتقدر الحاجات ديت، خلينا نوقف الشغل ديت، تقدر تسيفها أو تطبعها، تمام. تقدر تختار اليونت اللي التشارت بتاعك، تقدر تشوف أي تشارت فيهم، مش لازم تقعد تقول دوس باك باك باك، ممكن تسيف المشروع بتاعك، تحمل ملف دوت تسيفه، ممكن تعمل له أداة للطباعة، تمام، ياخد نسخة من الشغل بتاعك، وسيف الصور دي عندك للبحث بتاعك.